قد يستطيع الإنسان أن يعيش بدون طعام لأسابيع، وقد يستطيع أن يعيش بدون الماء لعدة أيام، ولكن هل يستطيع الإنسان الحياة بدون هواء لعدة دقائق؟ لقد أدى التوسع الصناعي والتقدم التكنولوجي إلى أحداث تأثيرية سلبية على الإنسان والكائنات الحية والبيئة الطبيعية، وظهور العديد من الملوثات الخطيرة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تركيب الهواء. أدى التدهور المستمر للبيئة الطبيعية إلى التفاف المجتمع الدولي إلى هذه القضايا البيئية، وأسس في ستوكهولم عام 1972 برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما اهتمت مملكة البحرين بقضايا البيئة ووضعت القوانين والتشريعات التي تنظم التعامل مع البيئة المحيطة بصورة تحافظ على مكوناتها، وقامت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتولي مهمة وضع السياسات البيئية ورصد جودتها والمراقبة والتحكم في المؤثرات عليها، بالإضافة إلى إدخال وتعميق هذا المفهوم من أجل رفع مستوى الوعي البيئي في المملكة. لقد أنشئت الهيئة العامة في مملكة البحرين من أجل وضع السياسات البيئية ومراقبة القطاعات الأخرى في تنفيذها لهذه السياسات والقوانين البيئية في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي في حماية البيئة العالمية من أجل بيئة أفضل. صدر عن سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قرار بشأن انبعاث الملوثات الهوائية من المصدر، ويتطلب هذا القرار بإنشاء شبكة اتصال تربط أجهزة معالجة بيانات انبعاث الملوثات الهوائية من المصدر بأجهزة معالجة للبيانات في الهيئة العامة. يعد نظام رصد الانبعاث المباشر من المصدر نظام فريد من نوعه في المنطقة والعالم أجمع، وهو عبارة عن نظام معلوماتي يهدف إلى رصد انبعاث الملوثات من المصادر الثابتة بشكل مباشر. هذا المشروع يلزم المصانع ومحطات إنتاج الطاقة في مملكة البحرين بتركيب أجهزة رصد انبعاث الغازات، حيث يتم ربطها مباشرة بأجهزة استقبال خاصة تقدم قراءات الانبعاثات بشكل مباشر. لقد تم اختيار أفضل التقنيات لاستقبال بيانات الرصد بشكل مباشر، بالإضافة إلى مراعاة أمن وسرية البيانات. سيساهم هذا النظام في إعطاء قراءات دقيقة وآنية عن انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة على مستوى المملكة، وسيساهم بشكل كبير في وضع السياسات والحلول وأخذ الاحتياطات للحد من الأثر السلبي الناتج من الانبعاثات. في اليوم جهاز البيئة يدخل الشركة ويتأكد من صلاحيات هذه الأجهزة ويقوم باستلام جميع الغازات كمية ونوعا من خلال الأجهزة المركبة في جهاز البيئة، فهناك الآن اتصال مباشر بالنسبة لهذه المعلومات، واللي برأيي أنها إن شاء الله ستكون إثبات ما بعده إثبات لإثبات أن جميع المصانع في البحرين تعمل بصورة سليمة وحسب الأنظمة سواء الدولية أو البحرينية. سيعمل هذا النظام أيضاً على تدعيم الشراكة بين الهيئة والمؤسسات الصناعية من أجل حماية البيئة في مملكة البحرين. أنا أعتقد أن المصلحة العامة هي الهدف، وأن التنمية المستدامة هي ركيزة أساسية تتطلب شراكة جميع القطاعات الوطنية، وبالتالي في هذا المشروع يجسد أبرز مظاهر التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. لقد قمنا بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، ولكننا نسعى لأن يكون هذا النظام أكثر ذكاء من أجل مخرجات ومؤشرات توضح حالة البيئة في مملكة البحرين وتنبؤات المستقبل. إن هذا النظام
سيكون عونا للمسؤول من أجل اتخاذ القرارات الصائبة لمستقبل البيئة في مملكة البحرين. يندرج هذا المشروع ضمن رؤية واستراتيجية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي أخذت بمبدأ الاستدامة كركيزة تعتمد عليها في التنمية. إن هذا المشروع هو جزء من مراحل عديدة قادمة نتطلع من خلالها إلى تحقيق الاستدامة والأمن البيئي للإنسان والكائنات الحية التي تعيش على هذه الأرض الطيبة، والمساهمة في المحافظة على الحياة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.